حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الصباح الباكر أحببت أن أستمع معكم إلى صوت هذه الكائنات، العصافير الصغيرة التي يطرب الإنسان بسماعها فعلا. ولكن ماذا تعني هذه الأصوات؟ حقيقة كل شيء يسبح الله تبارك وتعالى. العلماء في عام 2021 اكتشفوا أن الطيور لها مفردات خاصة في لغتها التي تتحدث فيها، لديها مفردات تعبر فيها عن الحب أو عن الاحتياجات المختلفة أو عن اللقاء العاطفي. هناك يعني نغمة خاصة للقاء العاطفي بين الطائر وزوجته. الطائر أيها الأحبة من أكثر المخلوقات وفاء لزوجته، يرافق زوجته طيلة عمره ولا يتخلى عنها. والطيور من أشد المخلوقات أو أكثرها فيما أعلم أيضا وفاء فيما بينها. الحقيقة الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وإن من شيء، ما معنى وإن من شيء؟ كل شيء يعني، حتى الذرة، من الذرة إلى المجرة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الطيور أيها الأحبة تسبح خالقها. لماذا تفعل هذا؟ كل علماء الدنيا فشلوا في الإجابة. لماذا الطائر دائما يصدر هذه النغمات الشجية؟ هو يسبح الله. وكل المخلوقات كذلك. الاكتشافات العلمية خلال 20 سنة الماضية أيها الأحبة أثبتت أن النجوم لها صوت، الشمس لها صوت، الأرض لها ذبذبات منخفضة تطلقها باستمرار، اعتبروها صوت لأنها في مجال الترددات الصوتية ولكن لا نسمعها. الذئاب لها لغة خاصة، وكذلك بقية الحيوانات. الخيل له لغة يتفاهم بها، القطط لها لغة، وهناك تطبيقات، محاولات لفهم لغة القطط. الطيور لها لغة، النمل له لغة معقدة يتخاطب بها ويصدر ترددات صوتية أيضا مستمرة. يعني عندما قاموا بتسجيل الذبذبات الصوتية التي يصدرها النمل لاحظوا يعني ذبذبات بشكل مستمر. استطاعوا أن يكتشفوا اللغة لمعظم الكائنات، سواء كانت جمادات تصنف على أنها جمادات مثل الشمس والأرض والنجوم والثقوب السوداء والنجم الطارق له صوت إلى آخره، أو كانت حشرات، أو كانت كائنات يعني حية. حتى الخلايا لها ذبذبات خاصة وتطلق ترددات صوتية أيضا، سبحان الله. إذن الآية الكريمة أحبتي في الله التي تقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن من الذي يستطيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي، عندما كان الناس ينظرون إلى الكائنات على أنها بهائم لا تعقل وليس لها لغة، ومن كان يستطيع أن يعطي هذا القانون أن كل شيء له لغة وكل هذه الكائنات تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى، ولكن نحن لا نفقه ماذا تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لذلك أيها الأحبة أنا سألخص العبرة من هذه الآية. طيب إذا كانت الكائنات كلها تسبح، الطيور والنمل والشمس الشجر
أيضا النباتات لها ترددات صوتية أيضا اكتشفت مؤخرا. لغة النبات التي يتخاطب بها مع بقية النباتات، النبات له لغة أيضا وله ترددات في المجال الصوتي، ولكن لا نسمعها، إنما هناك أجهزة خاصة تستطيع تسجيل هذه الذبذبات الصوتية. طب إذا كان كل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، طيب أنت أيها الإنسان لماذا تخالف هذه القاعدة الكونية؟ تسبيح كوني. لذلك أخي الحبيب، أرجو دائما عندما تسمع أي صوت من حولك لحيوان أو مثلا قطة أو حتى لكلب أو لطائر أو عصفور أو إلى آخره، يجب أن تتذكر هذه الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فتقوم بالتسبيح على الفور. لذلك الله عز وجل قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. أيضا هناك سور تبدأ بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى، فعل أمر. التسبيح أيها الأحبة هو لغة الكون، لغة كونية، فأرجو ألا نغفل عنها، لأن هذا التسبيح هو الذي أنقذ سيدنا ذنون من بطن الحوت عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن التسبيح لغة كونية، كل الكون يقوم بها، فأنت أيها الإنسان يجب أن تتذكر تسبيح الله وتقول دائما سبحان الله، وبخاصة عند شروق الشمس وعند غروبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره ويلهمنا التسبيح الدائم له، وينفعنا بهذا الذكر في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.